عليك. محمد فهيم في تلفزيون اليوم السلام، نرحب بيك. اهلا وسهلا. حضرتك كلمين على عصام واخر حاجه وصلتوا ليها. احنا دلوقتي مجرمين عن الطعام وبنطالب يعني سبب الاضراب عن الطعام ان احنا بنطالب نواب مجلس الشعب ان هم يعتصموا تحت قاعده البرلمان، خصوصا بعد الاهانه يعني اللي هم اتهنوها دي. انا مش فاهمه هم متنحين ليه، يعني هل هو في صفقه بينهم وبين المجلس العسكري اللي يهزقهم بالطريقه دي؟ طب يعني حتى لو في صفقه بينهم وبين المجلس العسكري كانوا يعملوا صفقه بكرامتهم، لان اذا كانوا هم قابلين على كرامتهم الاهانه دي والتهزيق ده، احنا مش قابلين ان نواب الشعب اللي احنا منتخبينهم، لان التهزيق ليهم تهزيق لينا. اذا كانوا هم هيهزقونا يستقيلوا من مجلس الشعب او ياخدوا خطوه ويعتصموا تحت قبه البرلمان، واحنا مضربين عن الطعام لحد ما ياخدوا خطوه ويعتصموا تحت قبه البرلمان. مش هياخدوا خطوه تحت يعتصموا تحت قبه البرلمان، هنطالبهم بالاستقاله. بدل يعني يستقيلوا اكرم لهم واشرف لهم، بدل المجلس العسكري يحكم بحل البرلمان ويديهم حسابهم ويمشيهم. عيب عيب. انتخابات يا استاذ. حضرتك بالنسبة للاعتصام مفتوح ولا ممكن ينتهي في وقت معين؟ بالنسبة بص، هو في اثنين حاجتين، في الاعتصام وفي الاضراب. الاضراب هينتهي بمجرد اعتصام نواب مجلس الشعب تحت قبة البرلمان. الاعتصام مش هينتهي قبل ما نحقق قانون العزل. يعني دلوقتي لو ما اعتصموش وما لوش اعضاء مجلس الشعب يقعدوا معاكم، ايه اللي يحصل؟ احنا هنصعد ضدهم، هنطالبهم بالاستقالة. هيتصعد؟ ليه؟ هنطالبهم بالاستقالة. بالاستقالة؟ هما اصلا كده هيتحلوا. فان شاء الله لما يتحلوا يعني على الله نشوف وشهم تاني. مجلس الشعب ممكن يستقيل كلهم؟ لو عندهم كرامة. مش كده بتنزلوا ميدان؟ بس هما يعني انا مش عايزاهم يستقيلوا، عايزة هو دلوقتي لازم يدافع عن شرعيته ويعتصم تحت قبة البرلمان. لو خايف من المجلس العسكري يبقى يستقيل، لو لا استقال ولا اعتصم يبقى متفق مع المجلس العسكري انه يهزق. الذنب امبارح هاجم عليهم هجوم جامد قوي، يعني خلاهم يعني شويه تراطيح. اهانه مخزيه. لو عندهم يعني صرف كرامه يرفعوا عليها دعوه للانتخابات. مقاطعه استاذه، انا مقاطعه. 6 ابريل نازله بقوامه كله ولا ده جزء بس منها؟ لا، انا 6 ابريل في 6 ابريل جت بعضها تضامن، لكن انا ما اعتقدش ان 6 ابريل نازله بشكل رسمي. يعني ده مش شكل رسمي بالنسبه ل 6 ابريل؟ ما اعتقدش ان هم نازلين بشكل رسمي. هل هم طلعوا بيان؟ انا ما اعرفش. بتوجهي كلمه للثوار الموجودين دلوقتي في الميدان؟ بقول لهم الميدان ما بقاش ليه فعاليه زي الاول. يعني الميدان بقى بيتعامل زي سلم النقابه كده، اللي هو جعجعوا زي ما انتم عايزين احنا هنعملها. ليه بسبب انقسم ولا انقسم بسبب ايه؟ انت حاسه ايه اللي ممكن يبقى فعال بالنسبه ليكي وللثوار اللي يحصل دلوقتي من خلال الاحداث الجاريه؟ اللي يحصل دلوقتي ويرضيني انه نواب مجلس الشعب ياخدوا خطوه محترمه تثبت ان هم ناس على قدر المسؤوليه، على قدر ثقه الناس، ويعتصموا تحت قبه البرلمان لحد ما قوانين اللي هم مرروها تتفعل، ويتم عزل شفيق، يتم عزل النائب العام، اطلاق سراح كل المعتقلين. ده اللي يرضيني.